تحياتي للجميع. زمان صار لي ما حكيت لكم على البيتكوين، سو قررت اليوم ارجع احكي لكم تحديثات هيك بسيطه عن البيتكوين وشو اخر اخبارها وشو صار معانا وكيف الاوضاع هالايام. طبعا انا بتابع الناس اللي بيحاولوا انهم يستفيدوا من فوره البيتكوين. خلوا بالكم انه في ناس كتير بتحاول دائما لما تشوف شغله ناجحه انها تركب الموجه. طبعا هاي مو شطاره، هاي بس انهم سمعوا عن الشغله، اما دخلوها بشكل متاخر او لما وجدوا انه في من وراها مربح دخلوا على الموضوع. طبعا ما في اشي مش عيب يعني انه الواحد يدخل بهاي المواضيع، بس من العيب انهم في كتير ناس تقعد تنظر وتقعد تفتي وتقعد تحكي وتحاول انها تطبق مبادئ السوق العادي او الكابيتال ماركتس على سوق البيتكوين. طبعا هذا الشيء تقريبا شبه مستحيل، لانه البيتكوين مختلف تماما عن كابيتال ماركتس، تختلف تماما عن مبادئ العرض والطلب الأساسية وهذه الأشياء، يعني هي شيء مختلف وجديد. فلما يجوا الناس ويحاولوا إنهم يستفيدوا منها بيحاولوا دائما إما بيهولوا إما بيخبصوا، يعني بيصيروا يحكوا أي كلام. اللي بيحكي لك هذه عملة إسرائيلية وهذه اليهود من وراها وهذه مش عارف إيش والمؤامرة والذهب وراح تصير مكان الذهب والذهب مش عارف، كله تخبيص تخبيص. هذا كلام ناس مش فاهمة شو الموضوع. البيتكوين موجودة صار لها حوالي 7 سنين، وأنا يعني عمالي بحكي الموضوع هذا صار لي عدة سنوات وعمالي بحاول أوضح للناس وأشرح للناس إنه هذه شغلة مفيدة لإلهم ممكن يستفيدوها، يستفيدوا منها بالتعامل معها. بنفس الوقت أنا بحذر كتير من مخاطر البيتكوين. البيتكوين فيها شغلة بسموها volatility اللي هي تذبذب عالي بالسعر تبعها، وهذا بسبب خطورة خصوصا على الناس غير المتخصصة بالاستثمار. يعني إنه لما تيجي واحد يدخل على الموضوع هذا ويقول لك والله أنا رح أشتري بيتكوين ورح أخليه عندي وأحوشه وأعتبره إنه هذه هي الثروة تبعتي، خطر خطر. البيتكوين مثله مثل الأسهم. أي واحد بحكي لك تعال العب بالأسهم، هذا واحد بده يضحك عليك بغض النظر حتى لو كان هو ربحان، بده يضحك عليك. ليش؟ لأنه سوق الأسهم زي سوق اليانصيب، عشان واحد يربح ويطلع له مليون لازم مليون واحد يخسروا فلوسهم اللي دفعوها علشان يربح هذاك المليون. فهذا التعامل مع الأشياء اللي فيها مخاطر عالية زي هيك مش لعبة ومش مصدر لأنه الواحد يحط ثروته. يعني مثلا احنا في بعض الشركات العريقة الواحد بيقول والله إنه الأسهم تبعتها ممكن تضل مش عارف شو. شو صار بالناس اللي كانت حاطة أسهمها بالشركات العريقة اللي عمرها 60 و70 و100 سنة وأفلست؟ هذا الاشي بيصير. عشان هيك محاولة حفظ الثروة ما بتصير تكون بشغلة عالي تذبذب زي البيتكوين. حتى الذهب يعني برضو عالي تذبذب، يعني هالأيام صاير بيطلع بنزل، أو بلاش نحكي هاي الأيام، على مدى مثلا 10 سنين لما تلاقي الذهب بيطلع من مثلا 1000 ل 2000 وبرجع ل1000، هذا التذبذب عالي جدا. يعني أنا ما بعرف أنا فلوسي بعد 10 سنين وين راح تكون. فإحنا مجرد وجود الخوف هذا من الشغل اللي إحنا عم نستعملها عشان نحاول نحفظ فيها الثروة بيخلينا نخاف منها ونحاول نبعد عنها. طب شو الحل؟ إحنا الحل إنه إحنا نستوعب إنه الأشياء مثل البيتكوين هي عبارة عن فقط موجودة على أساس إنها تساعد على إنه التعاملات التجارية. يعني أنا ما بقدر أجي أحكي لك والله يا شباب روحوا اشتروا نقط في فيزا علشان هدول النقط أو المايلز اللي بيعطوهم كمان 5 سنين رح يزيد سعرهم. كلام فاضي كلام فاضي، لأنه هذا الإشي رح في يوم الأيام احتمال الفيزا تطلع تحكي خلاص يا جماعة إحنا أنهينا هذا البرنامج ومش رح نتعامل معاه مرة تانية. لهذا السبب إذا بدك تتعامل مع البيتكوين تعامل معها على ما هي عليه. يعني شو؟ يعني هي تستخدم كوسيلة لنقل الولث أو القيمة من مكان للآخر. ما تحاول تستعملها لإشي تاني، ما تحاول تستعملها لتخزين القيمة، ما تحاول تقعد تلعب فيها وتضارب فيها لأنك مش عارف ديناميكية السوق. وديناميكية السوق هاي مش محدش بيعرفها، لسه جديدة على الناس كلياتها. في ناس عم بتحاول تطبق نظريات التعامل مثلا مع الأسهم، في ناس تحاول تطبق نظريات التعامل مع شو بسموهم اللي هم العملات الأجنبية، لكن ما بنفع. البيتكوين مختلف عنهم كلياتهم، والأساس في وجودها هو إنها كطريقة لنقل القيمة من مكان للتاني. لهذا السبب
أنا بحذر الناس إنهم يستثمروا فيها، واللي بده يستثمر فيها لازم يكون على وعي بهاي المخاطر بالذات، إنه هي ليست مكان لحفظ القيمة. يعني هي ليست بديل مثلا للذهب، ليست بديل للعقار. دائما بشجع الناس على العقار، العقار من أفضل الأشياء للاستثمار. عندك مصاري زيادة ومش عارف شو تعمل فيها، اشتري عقار. لو بأسوأ الأحوال هذا شغلة بتنتهي مع الوقت، وبالتالي سعرها راح يزيد. بس أنا ما بدي أحكي يعني إنه والله ممكن يصير حروب وممكن يصير مش عارف شو. الحالات العادية ما في أحسن من العقار. المهم لهذا السبب أنا بحكي دائما إنه البيتكوين كويسة للفائدة اللي هي بتعطيك إياها، اللي هو نقل استعمالها كعملة لنقلها من مكان لمكان. أما تخزين القيمة فيها هذا شيء بخوف، هذا شيء فعلا بخوف. على العموم بيتكوين خلال الأشهر اللي فاتت صار فيها عملية فوليتيليتي عالية، يعني بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. ليش بتطلع وبتنزل؟ لأنها معرضة بشكل كبير لأهواء الناس وللأخبار اللي بسمعوها بالسوق. فأي خبر بيطلع جديد، الشركة الفلانية صارت تاخد بيتكوين، ارتفعت البيتكوين. الشركة العلانية بطلت تاخد بيتكوين، نزلت البيتكوين. الدولة الفلانية اعتمدت البيتكوين، ارتفعت البيتكوين. الدولة العلانية حطت قيود على البيتكوين، نزلت البيتكوين. السوق كتير متذبذب، وهذا السوق المتذبذب هو مجال لعمل مصاري، لكن للناس اللي فاضية ورايقة ومفيش عندها ولا أي شيء تاني إلا أنها تقعد تراقب بالسوق هذا، وتدخل مثلا 100,000 ويقعد يلعب طول نهاره. والله سمعت الخبر فلاني معناته راح يطلع، فبروح ببيع أو بروح بشتري أو بروح بستنى. مش سوق، مش سوق اللي هو الواحد يتعامل معه. أنا اللي بحكي، أنا من الناس اللي مثلا عندي شوية بيتكوين بخليهم لأني بدي أتعامل فيهم، إما أشتري وإما أبيع. يعني مثلا ممكن أشتري أغراض أونلاين بستفيد منها، لأنه لما بشتري أشياء من الصين وبستعمل البيتكوين ما بدفع أنا بدل ضرائب وبدل مش عارف تحويلات وما بعرف شوف، أنا بخليهم. بس هذول مجرد لتسهيل عملية التجارية، يعني بس عشان أشتري وأبيع فيهم. يعني زي ما أنا بخلي كاش بجيبتي، أنا ما بخلي كل فلوسي بالكاش بجيبتي وما بحط نسبة كبيرة من الفلوس تبعتي بجيبتي. أنا بخلي معي مثلا 20-30 دولار اللي أنا محتاجهم علشان أدفع للتاكسي، أشتري فيهم سندويشة، هاي الأشياء. بس إنه أنا أحط كل الفلوس تبعتي بجيبتي وبقيمة بنقد مثلا، هذا غلط، هذا مش استثمار، هذا كلام أي عبثي، يعني هذا تضيع وقت. لهذا السبب أنا بنصح الناس خلي عندك شوية بيتكوين على أساس إنك تتصرف تمشي أمورك التجارية. ما تخلي عندك، ما تفكر انك انت تحط كل القيمه اللي عندك او الارباح او المصاري اللي عندك او الاستثمار تبعك على المدى البعيد في البيتكوين، لانه البيتكوين عالي التذبذب. اليوم حوالي 3000، ما بديش احكي بالضبط 3000 لانها بتنزل وبتطلع. يعني انا يمكن هلا في الوقت اللي انا بديت الفيديو لحد ما اخلص الفيديو يكون تغيرت 100 دولار. هاي هي المشكله، ما بتقدر تحط انت بشغله عالي التذبذب وتحاول انك انت تستثمر فيها للمدى البعيد، لانه احنا مش عارفين كمان 10 دقائق وين راح تكون. ضلكم بخير ان شاء الله، تكونوا استفدتوا من كلامي بالنسبه للبيتكوين. وانا بحذر، برجع دائما بالنهايه انا بحب انه احذركم دائما، البيتكوين فيها خطوره عاليه. ما تحاولوا تستثمروا فيها على اساس انها شغله للمدى البعيد، ما تحاولوا تلعبوا بهذا السوق، هذا السوق خطر جدا، والناس اللي عمالها تلعب فيه عمالها فعلا تلعب بشقى عمرها، وفي احتمال انهم يخسروا كتير، لكن لانه في ريسك عاليه في ريورد عاليه، في ممكن يصير في ارباح، بس هاي مش ارباح اللي رح تيجي وتكون منطقيه. يعني اللي بيجي بيحكي لك والله انا عارف بالضبط كيف السوق رح يمشي، هذا واحد كذاب، هذا واحد غبي، بحكيها انا بكل بساطه، هذا انسان غبي، لانه هو مش فاهم كيف ديناميكيه السوق هذا بالذات عمالها تمشي. بتعرفوا ليش؟ لانه ما حدا فاهم ديناميكيه السوق تبع البيتكوين لحد هلا، لساته السوق جديد. ضلكم خير، تحياتي للجميع، وان شاء الله بشوفكم فيديو جاي. سلام.